كبيرة فيه تقريبا. ننتقل إلى العلمانية بعجالة وأسطورة التطور. طيب، العلمانية وهذه من المدارس الفكرية التي لا تنتسب إلى الإسلام. احنا قلنا التصوف وما ذكرناه سابقا ينتسبون إلى الإسلام. نعم. أما المدرسة العلمانية فهو مذهب فكري منتشر الآن في كثير من بلاد المسلمين. هذا المذهب باختصار يسعى إلى فصل الدين عن الدنيا، فصل الدين عن الدنيا، ويحاول أن بدأوا يعني العلمانية المتطرف والمتشددة تحصر الدين في المسجد. يعني بهذه بلغة عامية يعني أو نسهلها للمشاهدين، أنهم خصصوا الدين ليس فقط في المسجد، إنما خنقوه في داخل المحراب. شوف تخيل، يعني الدين لا علاقة له بالدنيا إلا في المحراب، صلي وامسك الباب. وهذه بدأنا نراها للأسف يعني بمنتهى الجراءة، وكما قال عليه الصلاة والسلام من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يخرج إنسان سبحان الله مثلا نشأ في بلاد التوحيد ومحسوب على أهل التوحيد ومحسوب على منطقة من مناطق هذه البلاد التي عرفت بالغيرة وبالدين وبالتدين، ويخرج في إحدى القنوات العربية الإسلامية ويقول يا أخي أنا والله ما أحبذ أن تقوم الدولة على مبدأ ديني. سبحان الله، كيف كيف كيف؟ والله عز وجل يقول إن صلاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالعلمانية تفصل الدين عن شؤون الحياة. ما سبب ظهورهم؟ طبعا ليش العلمانية يعني ظهرت؟ ردة فعل، هي كما ذكرنا كلها ردود أفعال. ما خرج الإرجاء إلا من الخوارج، وما خرج التشدد إلا من التساهل والتيسير. ما خرجت العلمانية والدعوة إلى فصل الدين عن الحياة إلا بعد أن كان هناك تسلط كنسي. وخلينا يعني نكون دقيقين، في عام 325 للميلاد نعم، حينما كان المجمع، أول مجمع في زمن الملك الروماني أظن قسطنطين الأول، وهذا كان على الوثنية ثم دخل في النصرانية. فبدأ يأتي بأمور وثنية كانت رواسب موجودة عنده ويثبتها في الديانة النصرانية، وهي ما تعرف بالمسيحية الرسمية. فأصبح يأتي ببعض الأمور، منها مثلا يعني خلينا نذكر، بدأ يحرم الختان، كان في النصرانية الختان واجب. بدأ مثلا يجيز أكل الميتة، كانت محرمة. بدأ مثلا يجيز التماثيل. بدأ يحرم زواج القساوسة، كان في زواج القساوسة أول قبل هذا المجمع. فأصبحت الكنيسة يعني انتقلت إلى إرضاء لهذا الملك ولهذا الوثن الذي دخل في النصرانية، انتقلت إلى مرحلة كانت تسمى بالطغيان الكنسي، وهي فتح محاكم للتفتيش، وكل من يحارب ويخالف هذه الأوامر الملكية الوثنية يقتل. طبعا أول من قتل في هذه المحاكم في الأندلس هم إخواننا أهل السنة في أسبانيا أو في الأندلس. وبدأ القساوسة مع الإقطاعيين، الإقطاعيين هم الطبقة النبلاء، الطبقة البرجوازية إن صح هذا التعبير. بدأوا يتفقون على رقاب المستضعفين أو المستعبدين. هذا الظلم بدأ يحرم النظريات العلمية، بدأوا يحرقوا العديد من العلماء الذين كانوا يخالفوا الكنيسة وهي ثابتة بنظريات علمية، مثل جاليليو الذي أظن اخترع التلسكوب إن لم أكن واهم. وسجن وعذب حتى قبل يد البابا في ذلك الوقت. الشاهد، هذا الكبت الديني وهو الطغيان الكنسي ولد هذا الانفجار، وكان هذا ما يسمى بالثورة الفرنسية. وهذا كان طبعا في فرنسا، كان في عام 1789 للميلاد، وكان شعار هذه الثورة التمرد على الدين. وكان خطيبهم ميرابو يقول لابد أن نثور ونسميها ثورة الخبز. بعد ذلك طلع يعني خرجوا وطلعوا بشعار يقول، شوف شوف القهر الكنسي كيف،
حينما يتسلط يعني الدين بلا وعي إنما لمصالح شخصية. خرج شعر آخر يقول: أشنق آخر قسيس بأمعاء آخر إقطاعي وملك. إذن لابد أن نتمرد على الإقطاعيين هؤلاء القصص. ولابد طبعا أن نشنق القسيس بأمعاء هذا الملك أو هذا الإقطاعي. وخرجت هذه الثورة، وخرج طبعا كتاب يسمى العقد الاجتماعي، وهذا ألف رجل اسمه جان بول سارتر، وهو الذي أسس بعد ذلك المدارس، مدرسة الوجودية وغيرها. ويعتبر هذا الكتاب العقد الاجتماعي يسمى بإنجيل الثورة الفرنسية. ترى بقيت معنا 9 دقائق. طيب. أنا أسمع طيب. يعني عن الأقسام العلمانية بسمعها بالمجالس العامة، يعني أن هناك علمانية دينية وأن هناك علمانية إسلامية أو ليبرالية إسلامية. طيب خلينا إحنا خلينا بس قبل ما ندخل على التقسيم هذا، أنا أبغى أذكر يعني ولا نذكر العلمانية. العلمانية 3 أقسام على عجال، إنه أنا تهم من المدارس إنه يسمعها المشاهد. طيب جميل. بس ما تسعد قاعدة يعني إن شاء الله تأتي في أذني، ثم بعد ذلك سنفصل فيها بأمر الله في حلقات مستقلة إن شاء الله. تفضل. وأسأل الله أن ييسر إما في وصال أو عاد. أنت خلاص أنا. فالعلمانية قسمها بعض أهل العلم إلى 3 أقسام. نعم. العلمانية الأولى وهي العلمانية المتشددة المتطرفة. نعم. وهذه العلمانية التي كانت تقود الناس بالحديد والنار، طبعا يرفض الدين. نعم. وهذه كانت متمثلة بالأحزاب الشيوعية. بمدرسة لينين ومدرسة استالين وإنجلز وماركس. نعم. وفيدل كاسترو الآن في كوبا هو في أيامه الأخيرة. هذه كانت تحكم الناس بالحديد والنار. نعم. وكانت تقتل كل من يخالف هذه العقيدة. نعم. الذي يدخل الدين يقتل، وهذه واضحة للناس. نعم. يعني ما يحتاج أنها تفصل. جميل. القسم الثاني هي العلمانية المعتدلة، وهذه أشد وأخبث من الأولى، لأنه حينما تأتي وترى إنسان يقتلك خلاص تعرف أنه عدو. صحيح. أما العلمانية المعتدلة هي التي ترى فصل الدين عن الدولة، لكن ما تنكر أصل الدين، لكن تقول الدين هو في الأحوال الشخصية فقط، ولا يتحكم الدين في الاقتصاد ولا يتحكم الدين في السياسة. ها، وقد يخرج ببعض الأقوال التي تشعر منها يعني أمور دينية، بل قد يكون العلماني ما قبلك في الصف الأول، لكن يعتقد أن الدين ما يتحكم في شؤون الحياة. نعم. وهذه أخطر ذكرنا. القسم الثالث وهو أخطر من الأول والثاني، اللي هو هي العلمانية الدينية. طبعا هذه كلها سنفصل فيها بأمر الله. العلمانية الدينية تجد إنسان ملتحي. نعم. وسيماه الصالحين، ولكنه يتقرب إلى الغرب بطريقة غريبة جدا، ينفتح معهم انفتاح. أنا لا أتكلم في قضية الظلم أو القهر، أنا أتكلم على قضية التنازل في ثوابت الدين من أجل إرضاء الغرب. نعم. وهذه بدأت تخرج في القنوات يعني للأسف بمنظر غير طبيعي، يعني تجد أناس يتكلمون في أمور كانت بالنسبة للمسلمين هي ثوابت مسلمات، ثوابت ومسلمات، وإذا به يتكلم في أمر لم يقل به أحد من الأولين ولا من اللاحقين. وتجد الإعلام يلمع ويقدم، حتى في المنتديات يخرج للأسف. نعم. هذه العلمانية الدينية. نعم. هذه العلمانية نستطيع لو أردنا أن نقول أنها أم، العلمانية هي الأم. تحتها بنات كثير. نعم. في بنت من بنات العلمانية تخصصت في الجانب السياسي. نعم. وفي بنت بارة وتحب العلمانية، نستطيع أن نقول هي البنت الوسطى، تخصصت في الجانب الاقتصادي. نعم. وفي بنات كثر في الجانب الأدبي، وفي بنات مجموعات أخرى في الجانب الفلسفي. تقسيمك عاطفي يعني أحسس إحنا نريد أن نقرب، والله يعني المقصد هو التقريب. جميل. للمشاهد، لأن لا صحيح. أنا يعني أتكلم مع عامي. بالعكس تقسيم وأنا بسيط يعني ويصل للعقل سريعا. أنا هدفي هو توصيلها للعامة، ليس المتخصص لا أريده أن يسمع هذا الكلام. نعم. ويعرف، لكن أنا أقرب هذا لأنه هذه الأفكار تعيش بيننا. فإذا ذكرنا البنت التي بنت العلمانية التي في الجانب السياسي اسمها الديمقراطية. والبنت التي تتكلم في الجانب الاقتصادي اسمها الرأسمالية. تمامها واضح. ومجموعة البنات الموجودة في المدرسة الفلسفية كثيرة جدا، مثل اللذة، الأفلاطونية، العقلانية، الوضعية، المثالية، الوجودية، هذه كلها مدارس موجودة.
وترى بالمناسبة أقطاب هذه المدارس تباع كتبهم في مكتبات المسلمين. أنا ما أبغى أسمي المكتبات أفضل، لكن أدخل عند أكبر المكتبات ستجد الوجودية لدى عند جان بول سارتر كده، هكذا الكتاب الوجودية لدى جان بول سارتر، كتاب النازية، كتاب كفاحي لأدولف هتلر موجود يباع. فالشاهد أن هذه تعيش بيننا. كذلك المدارس الأدبية اللي كثير من المسلمين يردد هذه الألفاظ. عندنا المدرسة الرومانسية تقول لك أنت ما أنت رومانسي، الزوجة تقول لزوجة أنت ما أنت رومانسي، ما تعلم ماذا يقصد بهذه المدرسة التي تركز على جانب العاطفة وإشعال النواحي العاطفية في الإنسان بغض النظر عن التدين والتمسك بالدين. عندنا المدرسة الكلاسيكية، عندنا المدرسة الرمزية، عندنا المدرسة الواقعية، عند العبثية. فالشاهد إذا تكلمنا عن الديمقراطية، الديمقراطية هي البنت السياسية والتي ترى حكم الشعب بالشعب وأن لا يتدخل الإله في حكم البشر. المدرسة الاقتصادية أو المدرسة الرأسمالية هي الجانب الاقتصادي والتي تركز على الجانب الاحتكاري، وقسموا الرأسمالية إلى رأسمالية تجارية وإلى رأسمالية صناعية، هذه حنفصل يعني فيها بعدين. وعندنا المدرسة الحداثية. أنا أرى بأنك تنتقل لعبدة الشيطان، بقي معنا ثلاث دقائق. طيب خليني أذكر على عجالة، بس خليني أذكر دقيقة الحداثة. معليش الحداثة هذه على عجالة، لأنه يعني الآن أقطاب الحداثة يمجدون عندنا. طبعا الحداثة إحدى المدارس الأدبية التي تفرعت عن العلمانية. والحداثة في فكرها الحقيقي الداخلي الذي الناظر البصير الناظر هو الثورة على كل حديث، ويقصدون بها كل الثورة على كل قديم وتحديث كل قديم، ويقصدون به هو الإسلام حقيقة. طبعا لا أقصد قد يكون هناك من الشعراء الذين يتكلمون بشعر الحداثة لا يكونوا حداثيين، وقد يكون إنسان حداثي حاقد على الإسلام ويتكلم بالشعر العربي الفصيح. فأنا أقول أنه لا يستلزم أن يكون كل من تكلم بشعر الحداثة أن يكون حداثة، لكن نتكلم على مدرسة. الحداثة ركزت، أقطاب الحداثة ركزوا على الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى، عظموا كل شيء في الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى. نضرب مثال، يعني احترموا كل شيء في الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى يستهزئون به. نذكر مثلا من رموز الحداثة نزار قباني، الناس اللي يسمعوه والعشاق وأهل الغزل والذين يقدرونه ويحبونه، كيف كان يستهزئ بالله سبحانه وتعالى. وهذه كتب، هذه مؤلفات، المجموعات الكاملة هؤلاء الحداثين تباع في مكاتب المسلمين وفيها الكثير من الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. شوف مثلا ايش يقول نزار قباني، وهو يعني من منظري شعراء الحداثة في عصرنا هذا. يقول في ديوان له اسم الممثلون، يقول وهو يعني اكتشف بعد 20 سنة أنه كان يصلي، ثم بعد 20 سنة اتضح أنه كان يعيش في حظيرة الأغنام وأنه يعلف كالأغنام ويبول كالأغنام وينام كالأغنام. شوف ماذا يقول في ديوان الممثلون، يقول في صفحة 36، يقول الصلوات الخمسة لا أقطعها يا سادة الكرام، وخطبة الجمعة لا تفوتني يا سادة الكرام، وغير ثدي زوجتي لا أعرف الحرام، أمارس الركوع والسجود، أمارس القيام والقعود، أمارس التشخيص خلف الإمام، وهكذا يا سادتي قضيت 20 سنة أعيش في حظيرة الأغنام، أعلف كالأغنام، أنام كالأغنام، أبول كالأغنام. هذا في المجموعة الشعرية الكاملة لنزار قباني، وللأسف يباع ويمجد وينشر. خليني أذكر رمز ثاني، أدونيس هذا العلم الذي يعني يمجد في صحف المسلمين في كل مكان إلا من رحم ربي. أدونيس اسمه علي أحمد سعيد، لكن غير اسمه إلى أدونيس لأنه لا يريد أن ينتسب إلى أي شيء يذكر بالإسلام أو بهذه الديانة، فتسمى بأدونيس. أدونيس هذا مين؟ أدونيس هذا إله الخصب والنماء عند قدماء الفينيقيين. طيب إيش يقول هذا أدونيس، الرمز العلم الذي قد يشارك للأسف في معارض المسلمين، معارض الكتاب يشارك فيها ويمجد، ماذا يقول أدونيس؟ عنده مجموعة الشعرية، يقول من أنت؟ من تختار يا مهيار؟
أن اتجهت الله أو هوية الشيطان أو هوية الشيطان، هوية تذهب أو هوية تجيء، والعالم اختيار، لا الله أختار ولا الشيطان، كلاهما جدار، كلاهما يغلق لي عيني، هل أبدل الجدار بالجدار؟ هذه في أغاني مهيار.